تكبس كبسة الجرس وكبسة اللايك. حسام، هل تصلح لي دراجتي الهوائية؟ ليس الآن. وماذا يشغلك الآن؟ إنني أصنع طائرة ورقية. سنلعب بها فوق سطح البيت، أليس كذلك؟ لا، سأشترك بها في مهرجان الطائرات الورقية. في المدرسة؟ لا، في نادي الطفولة. هل أستطيع أن أشترك معك في المهرجان؟ المهرجان مفتوح للجميع، وستقدم فيه جائزة لأفضل طائرة. أتمنى أن أحصل على الجائزة. وسام، لا تحلم كثيراً، عليك أن تصنع طائرة مثلي كي تشترك في المهرجان. كيف؟ أنا لا أتقن الأعمال اليدوية. إذا كنت لا تستطيع التفكير فتعلم مني. شكراً على النصيحة، ولكن لماذا لا تصنع لي طائرة ورقية؟ اعتمد على نفسك. فكر. اشترك بمهرجاني الطائرات الورقية. استعن بالورق. ورق 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 ورق. بالمناسبة، كلمة ورق تبدأ بحرف الواو. حرف الواو عزيزي، إنه يقع وسط اسمي هوز. أوه، أكملت الطائرة. هذه الطائرة لا تصلح للمهرجان. لماذا؟ ما هي عيوبها؟ شكلها مألوف. كلمة مألوف في وسطها حرف الواو. ألوانها سوداء. ألوان كلمة في وسطها حرف الواو. سوداء أيضا في وسطها حرف الواو. تبدو ملاحظاتك معقولة. كلمة تبدو تنتهي بحرف الواو. هل لديك فكرة لتطوير الطائرة؟ أفكر أن يكون شكل الطائرة كطائر ملون. فكرة مدهشة. بدأت أفكارك تعمل. سنعمل معا لصنع الطائرة الجديدة. موافق. نصنع طائرة تشبه طائر النورس. لا، النورس لونه أبيض، ليس فيه ألوان متعددة. حسون. حسون. دعنا من حسون ومشاكساته. ما رأيك بطائر طاووس؟ طاووس كلمة يتكرر فيها الواو مرتين. طائر جميل. ترقبوا إعلان الفائز بمسابقة مهرجان الطائرات الورقية الأول. الأول الأول، أليست كلمة الأول في وسطها حرف الواو؟ دعينا نسمع. الفائز الأول صاحب طائرة الطاووس للأخوين وسام وحسام. سعيد أنا فرحان وسأغني في كل مكان. إني سعيد أنا فرحان وسأغني في كل مكان. هو 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 هو. اليوم حفظت، اليوم عرفت حرف الواو حرف الواو. يوم حفظت، اليوم عرفت حرف الواو حرف الواو. هو 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 هو. وطن، وادي، زورق، ورد، وتر، وورق. هذه كلمات فيها واو. هو 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 هو.